جيت نهضر اليوم على القرار اللي توصلنا به من الحكومه نهار 3 في الليل. تصدمنا بزاف، كان صدمه كبيره عليا وعلى العائله وعلى ماما وعلى بابا اللي كانوا كيساينونا نديروا العرس. صافي ان اون ديمي ما قدرناش نديروه، عام ونص هادي وحنا كنساينو. خدينا لي بي في شهر افريل ديال 2020 باش نجيو من فرنسا للمغرب باش نديروا عرسنا بحالنا كاي عروسه، كاي بنت مقبله على الزواج. ولكن مالوغوزمون تفاجئنا دي جوغ قبل ما نقدروا نديروا العرس بالقرار اللي كان خرج في افريل 2020. هاد المره جينا سمعنا باللي الحدود تحلو، سمعنا باللي العراسات تحلو، تقنا في الحكومه ديالنا، تقنا في سيدنا الله ينصرو، تقنا في كاع الاطر اللي مسؤوله على هادشي، تقنا فيهم وفرحنا وجينا لبلادنا ودخلنا وجبنا معنا الناس العائله من برا. جينا كاملين خدينا البي ديالنا، تقاتلنا باش نجيو باش ندخلوا لبلادنا، درنا لي تيست بي سي ار، درنا لي فاكسان، درنا كلشي باش نجيو. ولكن مالوغوزمون دو جوغ قبل العيد كنتفاجئوا عاوتاني القرار ديال الحكومه انهم غيسدوا لنا العراسات. وخويا ما نكذبش عليك انا مصدومه بزاف وباقا تحت الصدمه، وهادي عام ونص حنا كنساينو وما عرفنا ما نديرو، ما عرفناش شنو نديرو. عاطين فلوسنا، عاطين لي زافونس، عاطين التسبيقات، عاطين النقافه، لو تريتور، المصور، الفوتوغراف، لو سالون، عاطين الناس كاملين، كلشي عطيناه. ولكن مالوغوزمون حبسوا علينا هادشي وحنا ما بقيناش عارفين شنو نديرو، واش غادي نردو الفلوس ديالنا لو بريستاتير كي غادي يرد لنا الفلوس. وحنا كنمشيو عند البريستاتير كنقولوا له ردينا الفلوس، كيقول لك حنا ما يمكنش، حنا انفستنا الفلوس، شرينا لا مارشانديز، درنا لو ستوك، كيفاش غنديروا نردوا لكم حنا الفلوس؟ راه ما يمكنش هادشي اللي كيوقع. صراحه راه لو مورال طايح بزاف. ماما مسكينه مرضات، بابا مسكين مرض، العائله كلها مرضات، خالتي جايه من فرنسا جايبه الكونجي ديالها على ود لو مارياج، راجلي غيجي لو 31 من فرنسا حتى هو على ود لو مارياج هو والديه. وليدي سي دي جون اجي، راه عندهم 80 زون كبار، غيجيو يديروا لو فواياج ودايرين لو فاكسان وكلشي روينه كامله على ود المارياج، وفي الاخر منعوا علينا. حنا بغينا الصراحه بغينا نتعوضوا، يا اما الحكومه تعوضنا يا اما المهم حنا دايرين ثقتنا وباقي عندي انا امل وباقي عندي اسبوار ودايرين ثقتنا في سيدنا الله ينصرو وسيدنا محمد السادس. الله ينصرك، وقف معانا وشوف من حالنا وعاوننا. راه هادشي راه بزاف، راه عام ونص حنا كنساينو، راه بزاف هادشي. سيدنا الله ينصرك، عاوننا وقف معنا وشوف من جهه الجاليه المغربيه اللي جايه من فرنسا للمغرب. انا هادي عام ونص وانا بنتي كنت ندير لها العرس، وعندي البنت الوحيده اللي بغيت نفرح بها كاع جميع الامهات. هاد العام جات عندي جايه مقطعه الطياره، جايه هي وراجلها ووالدي وكلشي، وفي الاخر صافي بقات سيمانه قالوا لنا صافي راه هادشي دار. عندي عيب بنت وحده اللي نفرح بها، عندي بنت وحده اللي نفرح بها وباغيه نفرح بها، ولكن سدوا علينا، عطيونا واحد الحل. كرفصونا، صدمونا نهار العيد، ما خلاونا نعيدوا في خاطرنا، ما خلاونا حتى شي حاجه. مسكن الطريطور مشينا عنده قال لنا ما عندنا ما ندير لكم، اي واحد اللي تمشي قلنا ما عندنا ما ندير لكم. هادشي بزاف علينا، علمونا بشهر وقولوا لنا راه احنا هنسدوا. خلينا نفرحوا بولادنا، خلينا نفرحوا بعائلتي، جاو تجمعوا كاملين مقطعين الطياره جايين. ماشي معقول هادشي، ماشي معقول. بنادم علموش، علمونا، الله ينصر سيدنا والله يطول لنا في عمره. يا ربي تشوف من حالنا، يا ربي تنصر سيدنا وتشوف من حالنا وتشوف من حال جميع المغاربه كاملين. وخلي هاد العريسات يفرحوا، خلي هاد العريسات يفرحوا ويدوزوا هاد المهير ديالهم. وراه تيتسناوهم والديهم، تيتسناو احبابهم، راه والديهم هما اللي في التماره، راه والديهم هما اللي دفعوا دم جوفهم باش يفرحوا وليداتهم. حشومه عليهم هادشي اللي داروا لينا، حشومه عليهم، عار عليهم.